رئيس الوزراء يؤكد حرص الحكومة على تنفيذ استراتيجية الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي للأسر الأكثر احتياجاً بالقرى. مجلس الوزراء يستعرض إنجازات التعليم العالي والبحث العلمي خلال 6 سنوات، أبرزها زيادة عدد الجامعات والمعاهد. وزيرة الهجرة تعلن أن 26,000 مشاهدة للحلقة 28 من مسلسل الاختيار مترجمة للغة الإنجليزية. أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على أن الحكومة تعمل على تنفيذ استراتيجية الدولة الخاصة بالارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي للأسر الأكثر احتياجاً في القرى الفقيرة لتحسين جودة حياة المواطنين وتوفير فرص عمل لائقة لهم، وذلك في ضوء مبادرة الرئيس السيسي لتوحيد جهود الدولة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني في ملف مكافحة الفقر وتوفير حياة كريمة للمواطنين. جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء اليوم بعدد من الوزراء المعنيين لمتابعة الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية حياة كريمة. وأكد رئيس الوزراء على القيام بالرصد المتواصل للاحتياجات الفعلية للمواطنين بتلك القرى المستهدفة، وذلك بالتوافق مع شركاء التنمية. استعرض رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تقريراً من وزيرة الثقافة حول فعاليات مبادرة الثقافة بين إيديك، وذلك على قناة وزارة الثقافة على اليوتيوب خلال شهر يونيو الجاري، والتي تأتي ضمن مبادرة الوزارة خليك في البيت الثقافة بين إيديك، وتتضمن الفعاليات والأنشطة والعروض الفنية والثقافية التي قدمتها الوزارة. وأشار التقرير إلى حرص وزارة الثقافة على تطوير المحتوى الثقافي الذي يتم بثه ضمن فعاليات المبادرة من خلال قناة الوزارة على اليوتيوب، وتقديم جميع أنواع الأنشطة الثقافية والفنية التي تسهم في رفع الوعي وبث روح الانتماء لأفراد المجتمع. نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوغرافا يسلط الضوء على إنجازات قطاع التعليم العالي والبحث العلمي خلال الفترة من 6 سنوات ماضية. وجاء في الإنفوغراف زيادة عدد الجامعات الحكومية لتصل إلى 27 جامعة، وكذلك زيادة عدد الكليات والمعاهد بالجامعات الحكومية لتصل إلى 494 كلية ومعهد. وأبرز الإنفوغراف زيادة موازنة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتصل إلى 65 مليار جنيه. كما أبرز الإنفوغراف زيادة عدد المستشفيات الجامعية لتصل إلى 113 مستشفى، كما ارتفع عدد المستشفيات الجامعية التي تم تطويرها لتصل إلى 113 مستشفى. ورصد الإنفوغراف احتلال مصر المرتبة الأولى على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط والمركز التاسع عالمياً في عدد البحوث المتعلقة بفيروس كورونا المستجد. قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة إنه تم البدء في نشر آخر 3 حلقات من مسلسل الاختيار، وذلك عبر الصفحة الرسمية للوزارة بمواقع التواصل الاجتماعي. وأضافت وزيرة الهجرة أن 1 حلقات المترجمة باللغة الإنجليزية لاقت ترحيبا شديدا من الأسر والجاليات المصرية بالخارج، مشيرة إلى وصول المشاهدات إلى ما يقرب من 26,000 مشاهدة ومئات المشاركات.